بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل ونجدد التحية واللقاء. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. انطلاقة شوطنا الثالث للجعدان، المحليات الثنايا، الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، هي انطلاقتنا الأولى في هذا المساء للجعدان المحليات. ومسافتنا 8 كيلومتر، نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من يسيطر وينطلق في مقدمة الشوط في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ المقدمة والصدارة والانطلاق الأول والمسار الأول بمقدمة الشوط وبالمركز الأول هنا، اللي هو الشجاع لهجن الرئاسة، عملية التضمير راشد بمخيط بن مجارح المر، ينتقل مباشرة مع المركز الثاني وراء الوصول من شاهين لهجن الرئاسة. مبارك بن أحمد بن مايد الأخيل المميز من يتولى عملية التضمير، انتقل مباشرة إلى ثالث المراكز وإلى هملول لهجن الرئاسة. علي بن ميل الوهيبي الظافر من يتابع الانطلاق، رابع المراكز وصل شاهين لهجن الرئاسة. المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة، خامس المراكز قدوم مشاهدينا الكرام. ووصول من سرابلي سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، فايز بن غفان الجابري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة، سادس المراكز. ينطلق مشاهدينا الكرام شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتولى عملية التضمير، المركز السابع وراء الوصول هنا والانطلاق من شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري، يتولى عملية التدريب والعناية التامة. انطلاق مشاهدينا الكرام، وصول في هذه اللحظات من قبل اللي وعالي لسمو الشيخ نيام بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، يتولى عملية التضمير. أكمل النداء الأول لهذا الشوط. نعود مع البداية مع مقدمة الشوط الشجاع، هو في مقدمة الشوط ومع المركز الأول لهجن الرئاسة، راشد بن بخيت بن مجارح من يتولى عملية التضمير، ولكن التغيير يبدو مع الانطلاق الأول والمسار الأول. شاهين لهجن الرئاسة المميز، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يتابع انطلاق شاهين مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من يتصدر بهذا المسار والانطلاق؟ شاهين لهجن الرئاسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التدريب والعناية التامة لشاهين. المركز الثاني ينطلق هنا شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصور من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. من الجانب الآخر شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير، انتقل مباشرة إلى المركز الرابع وراء الوصول من الشجاع لهجن الرئاسة راشد بن بخيت بن مجارح المري من يتولى عملية التضمير. المركز الخامس هملول لهجن الرئاسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتولى عملية التضمير. قدوم مشاهدينا الكرام من سلهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب طارش بن مبارك بالقوبع من يتولى عملية التضمير، انتقل مباشرة وراء القدوم من سراب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، فايز بن غافان الجابري بو حمد من يتابع هذا الانطلاق والأداء. مشاهدينا الكرام، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من عالي لسمو الشيخ نيام بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمير من يتابع انطلاق مشاهدينا الكرام عالي ويتولى عملية التضمير. وصل شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. نكمل النداء الثاني لهذا الشوط الأول المخصص للجعدان المحليات الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ. نعود مع البداية، من يغير الأمور والصدارة؟ شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي الزعيم العناوي، هو من يرافق هذا الشعار بمقدمة الشوط ومع المركز الأول. شاهين في المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد آل خيلي من يتابع انطلاق شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين أيضا لهجن الرئاسة المستحيل
راشد بن محمد بسم المنصوري من يتولى عملية التضمير. وصل الشجاع لهجن الرئاسة مع المركز الرابع ومع انتصاف المسافة في هذا الانطلاق والمسار. الشجاع لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن بخيت بن مجارح المري من يتولى عملية التضمير. المركز الخامس هملول لهجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لهملول من يحتل في المركز الخامس. المركز السادس وصول مشاهدينا الكرام وقدوم في هذه اللحظات مساء الهود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز السابع وإلى عالي لسمو الشيخ نيام بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتولى عملية التضمير. وصل سراب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان اليابري من يتولى عملية التدريب والتضمير ومن يقدم لنا سراب مع المركز السابع. المركز الثامن هنا ينطلق مشاهدين الكرام ويتقدم شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتولى عملية التضمير. أكملنا النداء الثالث لهذا الشوط ولهذا الانطلاق ونحن قادمون مع جسر العبور ومع الصدارة والمقدمة. شاهين مع البداية، شاهين مع مقدمة الشوط، مسيطر مع المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتولى عملية التضمير. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتولى عملية التضمير. المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد آل خيلي من يتابع انطلاق شاهين مع المركز الثالث. الشجاع يتقدم في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن بخيت بن مجارح المري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة للشجاع في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. العودة مع المركز الخامس في هذه اللحظات خامس هي المراكز هملول لهجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. سلهود مع المركز السادس لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب طارش بن مبارك بالقوبة يتولى عملية التضمير. نعود مع البداية مع مقدمة الشوط من غير الأمور وغير الصدارة شاهين يتقدم والشجاع الشجاع بالفعل ينطلق مع مقدمة الشوط مع المركز الأول لهجن الرئاسة راشد بن بخيت بن مجارح المري هو من يتقدم وينطلق هنا ويقدم لنا شاهين مع مقدمة الشوط ومع الصدارة بشعار هجن الرئاسة مع البداية مع مقدمة الشوط. الشجاع لهجن الرئاسة راشد بن بخيت بن مجارح المري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. شاهين مع المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس النيبي يتولى عملية التضمير. القدوم مع المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من شاهين لهجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. المركز الخامس وصل هملول لهجن الرئاسة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملول. نعود مع البداية نعود مع المقدمة الشجاع مع مقدمة الشوط الشجاع مع المركز الأول ما زال مسيطر بمقدمة الشوط بالانطلاق الأول مع المسار الأول. الشجاع لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن بخيت بن مجارح المر يا سلام كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية وعن الفوز والناموس لشوطنا الأول للقعدان الثنايا المحليات الأصائل. إذا سألتوني عن المقدمة الشجاع مع البداية مع مقدمة الشوط معلن وجوده وحضوره في مقدمة الشوط ومع المركز الأول لهجن الرئاسة راشد بن بخيت بن مجارح المري يتولى عملية التضمير. المركز الثاني شاهين لهجن
ركن الرئاسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من التابع انطلاق شاهين. المركز الثالث شاهين لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيار محفوظ بخميس النيبي من يتولى عملية التضمير. المركز الرابع وصل شاهين لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يتابع الانطلاق. نعود مع الاثنين، نعود مع الصدارة الشجاع وشاهين في صراع الأقوياء والأبطال. مع مقدمة الشهور شاهين أعلن مغادرته، يبي الفوز والناموس، يبي الانتصار، يهديه لحجن الرئاسة وإلى المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري بدأ يغادر، بدأ يباعد المسافة شاهين لحجن الرئاسة بقيادة المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني الشجاع لهجن الرئاسة راشد بن بخيت بن مجارح المري، ولكن شاهين هو المسيطر، شاهين هو الأقرب للفوز، الأقرب للانتصار، للناموس. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري أسعد الله مساك يا أبو محمد على هذا الفوز، هو الإبداع، هو الانتصار من قدم لنا شاهين بشوطنا الأول للجعدان الثنائي المحليات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. الثاني نعيدها ونكررها لهجن الرئاسة وإلى المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري لحظات الوصول، لحظات الوصول إلى خط النهاية والفوز والانتصار لشاهين وإلى هجن الرئاسة وإلى المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري ها هو لحظات الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. الشجاع في المركز الثاني لهجن الرئاسة تهانينا والناموس راشد بن مخيط بن مجارح المري. من احتل في ثالث المراكز شاهين لهجن، من وصل الشجاع لهجن الرئاسة تهانينا والناموس، أو شاهين لهجن الرئاسة تهانينا والناموس. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الرابع شاهين اسم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان. والمركز الخامس هملول لهجن الرئاسة. هكذا الفوز والانتصار والإبداع في هذا المساء من قدم شاهين لهجن الرئاسة تهانينا والناموس وإلى المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم لنا شاهين، وفي انتظار التوقيت الزمني لشاهين من مخرجنا وسام الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمنية في كل شوط. هاي أمامكم أو ها هو أمامكم الملخص والإعادة. أثناء وصول شاهين لخط النهاية معلن الفوز والناموس قاطع المسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره اللي هو شاهين لهجن الرئاسة تهانينا والناموس. والتهاني المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري قطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة و41 ثانية جزء واحد يتيما من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من احتل في ثاني المراكز الشجاع لهجن الرئاسة التهاني والناموس راشد بن بخيت بن مجارح المري. والتوقيت الزمني عشر دقيقة مشاهدينا الكرام 50 ثانية. ثلاثة من الأجزاء تهاني لهجن الرئاسة تهاني راشد بن بخيت بن مجارح المري. أما في المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة تهاني والناموس المبارك بن أحمد بن مايد الخيلي قطع المسافة في زمن وقدره. يا مرحبا حي الركايب العادي. 13 دقيقة بدون ثواني 9 من الأجزاء تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وتهانينا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس للجميع.